ما مدحه واحد اخرى، انت راك لطفي رحتي لاخر الموضوع. اوكي يلا خلينا نبداو بالبدايه. اول شيء نصبحوا عليك بالخير وتصبحي على مشاهدينا بالخير. صباح الخير المشاهدين الكرام، ان شاء الله راكم بخير، وان شاء الله الشده هذه اللي رانا فيها تجوز بخير، بصح لازم كامل كيما رانا نفهموا مشاهدينا ماهمش ملاح. لا لا ما راهم كاع خايفين. جوستومون كاع كاع خايفين. الخوف الخوف ضروري بصح في المعقول. نخافو سي اون نيسيسيتي باش نديرو واش لازم، بصح نخاف بطريقة الهستيري الهستيريا هذيك. الخوف واش يدير؟ ينقص المناعة بطريقة رهيبة. صح. يعني الإنسان راهو مريض ويتوكل على ربي، كامل عندنا الاتكال على الله، يعني نتكلوا على ربي بصح نعملوا واش لازم وربي ونشفاو. صح. إلا كان لا لا راني في رعب رعب وما نش راح نبرا وهكذا، هذاك الخوف ينزل له المناعه تاعو ويصراو له كاع توت لي كومبليكاسيون كي بوف اكزيستي في هذيك لاباثولوجي. قبل نفهموا هذا الفيروس وشنو هو، سي كوا هذا الكورونا فيروس. الكورونا فيروس هي عائله، مش كانوا في العوام اللي فاتوا زوج مرات نتعرضوا للكورونا، الماخس والسيرس هذوما دو فوا، هذا الثالث يعني كورونا اللي تلاقينا به سي لو كوفيد 19. هذا نورمالمون فيروس. سمحي لي لي دو فوا اللي جازوا كيفاش تخلصوا منه؟ كانوا ايبيديمي ودي ايبيديمي، والحمد لله جات ايبيديمي ومن بعد راحت. اه باش راحت؟ كاين اللي راحت بلي كونفينمون، كاين الناس قعدوا في ديورهم، هذا واش قلنا لازم دابا نديروا. وكاينه وحده اللي كانوا داروا التلقيح ومن بعد لي جون برا، سيتي سورتو لا بريفونسيون. راحت ليبيديمي بالوقايه ماشي بالعلاج. هذا الفيروس سيت ان فيروس، هي لي فيروس كاينين في لا ناتور. كاين دي فيروس اللي يقيسوا الانسان يتعداو بين الانسان، وكاين دي فيروس يتعداو بيناتهم الحيوانات برك. فيروسات اللي ديستيني للحيوانات. بصح بعض الغلطات كيما باغ اكزومبل اكل الحيوانات اللي يعني كيما حنا ربي سبحانه عطانا الانعام ناكلوا الانعام، عطانا حيوانات محرمه للاغراض لحكمه معينه. هنا كان بعض هذو الفيروسات كاينين في حيوانات اللي ربي منعهم علينا. كيما لي شوف سوغي، كيما لي سيربون، هادو حنا حرام ناكلوهم، حنا المسلمين ما ناكلوهم. القوارض في بعض البلدان اكلوهم، وممكن كان هذا هو السبب. ممكن يعني انا اون طونك طبيب لازم نتكلم على حوايج لي كي اون ايتي بروفي، بس انا با ايتي بروفي، مازال ما فهمناش. مي ممكن خاطر حيوانات نورمالمون لا تؤكل اكلت، كان فيها فيروس اللي ديستيني غير للحيوانات انتقل للانسان. إلا سوبي ليميتاسيون يعني تغير فيه جيناته، صار مضر بزاف للإنسان. و لو دونجي تاعو هذا لو كورونا باغابوغ ا دوطخ فيروس هو الإنتقال السريع، إنتقال رهيب. معناتها نكونوا في منطقة كانت حالات قليلة، بعد نتفاجئوا يعني غير الإنكوباسيون تاعو ألي دو 14 جور جوسكا 21 فواغ 28 جور. غير الإنكوباسيون هذيك تفوت راح نتلقاو يعني حالات بزاف كبيره، والمشكل وتجي فجأة وتجي على ضربه، شغل سي ان بيك اون كورب كي فا فيغ ان سومي هكذا. حنا دركا الى الحالات اللي راهي هنا راهي هنا، والحالات هذيك قبل ما نديروا التشخيص راهم صافحوا ناس وتلاقاو مع ناس، يعني داروا عدوات. العدوات هذيك مازال ما راهيش ظاهره، راهي ثابته في سبات. نهار تظهر راح تظهر لنا على دربه، على دربه. ومن بعد كيفاش، ما هو القطاع الصحي اللي راح يقدر يتكفل بها؟ صح. على في وقت واحد. بلدان كبرى يعني عندهم قطاع صحي الله يبارك عليه وصعب عليهم. صح. كيف احنا دركا كي نديروا وقايه واش راح نديروا؟ اللي تعداو تفرط، راهم تعداو باش ما تزيدش العدوى تمشي. كين اون فا ليميتي لي كونتاجيون، دونك ميم تكون هاديه راح نقولوا راح يصرى لنا بعيد الشر 2000 حاله ولا بلوس، بصح 2000 حاله يظهروا لك في 4 ايام ما تقدر لهمش، بصح 2000 حاله يظهروا لك في شهرين ما قدروا. احنا دركا كيفاش رانا لو سيستيم سانيتير تاعنا يفو دير لا فيريتي، ما عندناش كيفاش نقابلوا حالات كبيره على ضربه، ونا با لي ستركتور سانيتير بوغ، ما عندناش. دونك انا هنا انا حابه نقول للناس، يا ناس والقطاع الخاص ما يتكفلش بهذ الحالات. اه شوف المشكل القطاع الخاص اسكرا يتكفل. شوف الكورونا نقدر نكونوا يقدر الناس يديروه كانه غريب نورمال، ايه
بصح لي جون لي بيرسون اجي بون دول كامام اجي يعني انا راني جو سوي كونسيديري كوم بيرسون اجي باسكو لي بلوس دو لي بلوس دو 50 طون ام يديرو كورونا فيروس سيفير يعني مش لي زونفون يسون بلوز او موان بروتيجي اي لي جون كي سون بون سونتي بصح هما يفيكول مي من 45 الفوق يقدر يدير حاله سيفير هو واش يدير هذا الكورونا il provoque une fibrose pulmonaire. Le poumon, il est fibrosé. 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 Il va bloquer le poumon. Il est fibrosé. 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 À mettre sous respiration artificielle. Maintenant, avec l'insane, l'aise, mais déroule une tuyauterie ou appareil, il est une fesse fait plastique. Oui, ça, vous, elle, fait elle. راهو سيد ماهوش هنا راهو كوما اه ماهوش واعي ما يكونش واعي يفقد الوعي معناتها يموت اذا ما تحطش في اباغي يتنفس له ماشي لا يغوصول تمثل معناتها ماشي ضيق النفس كيما الضيقه كيما الربو لا ما كاش تنفس يا الله سيتون فيبروز لو بومون ما يقدرش يدخل الهواء ما يقدرش يخرج دونك نحطوه في الانعاش كيما كي واحد نخدروه نديروا له يتخدر يحطوا له اباغي كي يكون كوما يحطوا له يا اخي نديروا دي تويوتري ونلصقوهم في ماشينه ماشينه اللي تبعث الاكسجين وتستخرج سي او 2 تسمى اباغي اللي يتنفس له نسميوه لي ريسبيراتور تنفس اصطناعي تنفس اصطناعي صافيك لازم الانسان يتحط سو اباغي تنفس اصطناعي والاجهزه هذه نتصور انها قليله احنا في الجزائر ما عندناش بزاف ما عندناش بزاف تاع الصح دونك البارح الخطاب تاع رئيس الجمهوريه طمأن الناس قال باللي كرانا جبنا 2500 جهاز يعني شغل هذه حاجه تفرح شويه بصح نقول للناس باللي ليس كافي ميم دوك عندنا لي زاباغي هم كاينين بصح لي ستركتور اين هما الاماكن اللي راح نحط فيها هاد لي زاباغي ونستقبل فيها المرضى اللي راحين يلحقوا دو مانيير ماتيف على ضربه صافي كي يا ناس جو سوي تري سيريوز انا بطبعي جو سوي كالكان دو تري زين جو دراماتيز با مي هنا في الكورونا قولي لنا انت من تجربتك كيفاش راكي تتعاملي مع الكورونا معاملتك الشخصيه ليه كيفاش هذا واش راني نقول قلت لك هذه المره سي تري سيريو شوف جي ابلي كاع اللي نعرفهم مي بارون بروميي كاع ناس هذا الفيروس كيفاش فيروس مش راح يعيش وحده في لا ناتور حنا اللي رانا الفيكتور تاعو حنا نرفدوه حنا طاكسي اللي راح توصلوا من مكان لمكان صافي كي لا طاكسي ال سي كاغي على ستاسيوني وحبست ما كانش شكون يديه دونك لو فيروس هذا الا حنا اللي يقدر يقعد في دارو يقعد في دارو هذا الفيروس راح يقعد هو باسكو يعيش سوغ لي سيرفاس يقولوا ثقيل صح ثقيل هو يسحقنا ونرفدوه بالصباط حاشاك اكثر من اليدين نرفدوه بينا كلنا هو يسحقنا باش ندوه من مكان لمكان هي لازم حنا اون دوا لابوندوني كيفاش اون لابوندون هذا الفيروس نخلوه يموت كي نحكموا مكاننا اللي يخرج من الدار حقيقة يعني جو سوي تخي سيريوس يا ناس انا كون ماشي طبيبة وما عنديش اوبليغاسيون مورال مع لي مالاد توعي لا ما نخرج من داري انا الصباح كي نكون خارجة الولادي نخزرهم بعين شوية خايفة وما نقول لهم ام عندي مهنة اللي ما نقدرش جو دو الي واش درنا دوك بوغ لي مالاد رانا نستقبلوا غير لي كا ديورجونس معناتها الامراض المزمنه اللي عندهم دي رونديفو ما نشوفوهمش اقعدوا في ديوركم في الدار واش هي التدابير اللي يديروها في الدار طريقه تنظيف المنزل كيفاش تكون نستعملوا الجافيل واش نستعملوا اني لحقه دوك حنايا غير لي بروفيسيون اوبليغاتوار اللي يخرجوا الاخرين يقعدوا في الدار كي تقعد في الدار راك عندك ان كونتاكت ريستخان تفدير ميم الا كنت مريض وتعدي غير من اللي قدامك تعدي ربع عباد خير من اللي تعدي 70 عبد دركا لي موايان دو بريفونسيون شنو دونك هذه تاع نقعدوا في الدار سي تري امبورطون ماذا بكم الولائم هذه السابع العراس بون لي سال دي فات تغلقوا الحمد لله مازال يتغلقوا كيما نقول لك يفوك تسوا بيرسونيل ماشي حتى الدوله تمنع المقاهي لي صالون دو تي خاطر كاين بعض الناس اللي مازال ما همش مآمنين بهذه الفكره صح بصح الحدائق العموميه الناس لي فاكونس بوغ لي زونفون تمدوا لهم باش يقعدوا في البيت باش ما باسكو لي زونفون هما لي فيكول باش يقعد في البيت ماشي باش يروح للحدائق عائله هنا وعائله قدامها
اما تخبيناتهم يعني لو فيتوس يقعد يدور. الطفل يحب يمس يحب يكتشف. الطفل يبوجي بزاف يبوجي بزاف. هي لا بون نوفيل جوسكا بريزون لي زونفون الحمد لله نون با في دو فيبروس بلمونار. ما الدراري راهم يمرضوها كانها غريب عاديه. ايه الحمد لله. الحمد لله. ما كاش دراري ما ماتوش. بصح هذاك الطفل هو راهو دارها كانها غريب عاديه هو اللي راح ينقلها الجداه الجدو لونتوراج هو اللي راهو يبعث في ليبيديمي هو اللي راهو يبعث فيها. دونك خلوا ولادكم في الدار ما راهو ما يخرجش في الحومه ما يخرجش يقعد في الدار نصيبو دي مانيير لتيوهم في الدار دي جو سوسيتي مي نقعدوا في الدار نيفيتيو لي غران راسومبلومون ديجا هنا الفيروس راح يضيع يسيب روحه في الهواء يقعد سور دي سيرفاس 12 ساعه ولا حتى 24 ولا ويموت صح الا جا انسان نقلو ها وعطالو حياه اخرى وتكرمنا دوكا لي مانيير دو لا مانيير دو بريفونسيون شفت انا البارح في صيدليه الناس مساكن متهافتين على لي جالي دغوا الكوليك على لي ماسك على دوكا كي لي جالي دغوا الكوليك نقصوا ولا يتهافتوا على الكول انا سالت واحد قلت له الكول علاه قال لي باش نغسل يديا تفهموا مليح يا ناس يدينا نو ما سي اون باريير انا يدي المشكل فيها انني انقل بها الفيروس بصح الفيروس كيكون في يدي مش راح يدخل لي في الدم تاعي راح يدخل لي في الدم اذا حطيت يدي في فمي في انفي ولا في عيني يعني في لي ميكوس دونك يدي لا بو تاعي كي اللي راهو الحارس لازم نحميه الا قعدت نهار كامل وتغسل يدك بالالكول باي باي لا باريير كوتاني راح اون فاليزي لا بو راح تتهرلنا لا بو وتولي هي تدخل لي الفيروسات الماء والصابون يكفي الماء والصابون دونك انا نقول للناس حتى لي جيل هادو اللي انا نقاوم لا لو جيل لي من مليح لو جيل اللي راهو برا وماشي قادر يغسل يدو بالماء والصابون ما كانش الماء صح الحانوت الحوانت راه في حانوت وعنده الماء والصابون تاعو صح في الدار عندنا الماء والصابون كيلكان كي لي با فيكولي واحد عنده طوموبيل فلا مال تاع الطوموبيل ندير له صابون ليكيد والماء نغسل يدي من طوموبيلتي نغسل يدي جو دي ما لي الله غالب مسكين راهو يحكم البوس ما عندوش وين يحط الصابون والماء يحط له الجال هذاك في جيبه. وصح والجال يسبب جفاف اليدين. بصح الكول بيغ الكول بيغ كارثه. ايه دونك لو جال مليح لي من اللي قلت لك راهو راح يدخل في الحفيله راهو رايح يتعامل مع الناس وما عندوش وين يخبي صابونه ما عندوش طوطونو ما عندوش سياره يحط في لامال تاعو. دونك دون نورمال الماء والصابون في لامال تاع الطونوبيل ما نسحقش لو جيل نخلوه للناس اللي محتاجين لازم يديروه اللي راهو مسكين يمشي ابيي ما عندوش طونوبيل كيفاش راح ينقي راح يحوس في الحوانت تقول له ما تعطوني الماء والصابون الا سون جيل دون لا دون لا خلينا نرجعوا للقفازات بالخاص نرجعوا نحكيوا على القفازات خصوصا اللي يبيعوا اللي يكونوا على اتصال مباشر مع الزبائن كيما الخباز كيما اللي يبيع في لاليمونتاسيون مليح لهم يستعملوا القفازات هذوك شوف هذا اللي يتعامل مع الاكل لاغرو اليمونتير القفازات سي دو ليجيان بوغ تو لي ميكروب باش يحمي الزبائن تاعو باش يحمي الزبائن تاعو كاع لي ميكروب ماشي غير لي فيروس بصح ليس حمايه تامه في الفيروس ما راهوش يحمي باسكو الفيروس راهو هنا دونك انا بور موا راح نشرو الخبز الكيس اللي راح نشري بالكيس اخذ لو بان تاعي ونديرو في الساش كاينه واحد الظاهره يا دكتوره اللي صارت متفشيه نلقاو اللي يبيعوا في السلالي اليمونتاسيون عنده خبز يجي واحد يشري بيدو ما تعجبوش الخبزه يمسح عليها مليح يعاود يحطها ويدي واحد اخرى انا هذه ظاهره كارثيه وشغل نهدر على روحي جو سوي جامي رونتري في اليمونتاسيون ما درتش لا رومارك لو فوندور قول له تعيش لو بان خليه عندك يطلب لك كيما عند الخباز هو يمد هو يمد هو يمد يمد بالكيس الكيس هذاك اللي يرفدوا اللي راح يحط فيه الخبزه يدخل فيه يده يرفد له بالكيس تاعو ويعطيه له دونك اوكان مومون اي نو توش لو بان نصيحه دركا نوجهوها اللي عندهم اليمونتاسيون جينيرال اللي يبيعوا الخبز لازم يتاخذوا التدابير الوقائيه في طريقه البيع والتعامل مع الزبون ما تخليوش هو يروح يقتني الخبز بيده ويعاود يرجع يحط من بعد يجي واحد اخر يديها من المفروض كما تقول الدكتوره البائع هو اللي تكون قدامه السله وبالكيس يرفد الخبزه ويمد للشخص تقي ولا صح داكو باسكو هذاك البائع او الديليغون او رفد الخبز ما هو بعد خدا دراهم على السيد خدا دراهم والدراهم ثاني مشكل كارثيه دونك حنايا كي نشرو واش عندنا سي لو لافاج لافاج دي ماك بون درنا هذيك النهار يفوك كي نقول غسلت يدي لازم نكون غسلت يدي حقيقه يعني بالطريقه اللي وريتيها هذيك هي نغسل اليد حتى للمرفق ماشي هكذا
حتى للمرفق نغسل بين الاقابع بيان اونتخ لي دوا قلنا هذيك نهار هنا الكف وبعد الضوء ثقه هكذا الكف ثاني وما ننساش لو بوس والكف ايه شوف شغل سي بلو سي بلو فاسيل هكذا 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 الاصابع ومن بعد الكف باش نغسل الاظافر برك ندير في بالي بلي ابوبخي واحد او موان 20 سكوند غسل الايدي سي نص دقيقه ابوبخي ماشي 5 سكوند وانا كملت نغسل الايدي الماء والصابون كافي كافي لي جيل انا قلنا وقتاش يكون بعيد علينا الماء ما عندوش صابون كيف كيف طبيب اللي يكون كاين طبيب اللي في لو بوكس تاعو عنده الماء والصابون او بين مريض يروح يغسل كاين اللي في البوكس تاعو ما عندوش يستعمل انجيل اوبليغاتوري ولا سائقي سياره الاجره ملح لهم جيل كل ما تشوف كل ما تستقبل حاجه من عند الناس اغسل هذا الفيروس يعيش بزاف سوغ لي سيرفاس يعيش بزاف يعيش بليزيوغ زور سوغ لي سيرفاس وانت ترفدو ومن بعد تنقلو تقدر تعدي روحك من المشكل انك تعدي الناس نهضروا دركا على دونك الكول سيل فو بلي الكول سي با بور ديزانفيكتي لي ما كيف كيف لي سيرفاس دونك قال لنا نشري الكول ديزانفيكتي به لو طاب البيرو ولا طونوبيل لي بواني تاع البيبان نو لو دو جافيل ماء جافيل ارخص و الى كان اكسيلون ديزانفيكتون بصح ديلوي والارضيه ثاني ما ننساوهاش ايه ايه